النهارده عندنا ثلاث كلمات مهمين جدا، ايزر ونايزر وبوز. الايزر والنايزر والبوز الثلاث كلمات دول يا ولاد ليهم ذا سيم مينينج، وعلى فكره اللانجوج فيها كده ايه خدعه كده تركات. نركز مع بعض. الثلاثه بيتكلموا على ايه الكلمات اللي هي ايه توجذر مع بعض، يعني تو 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 زيكم كده، تو جيرلز تو بويز كده، هو تو كارز تو تري، اي حاجه فيها تو ايه الثلاث كلمات دول بيعبروا عنهم، ومعناها بيأكد على الاثبات، يعني معناها اللي هو الحاجات المثنى بس المثبته. النايزر تحسوا كده من اسمها كده نايزر، نايزر نفي، عكسها خالص عكس الايزر. اما البوز بقى ستاند اب، واي يو لافينج؟ هي مسمت انا ما ضحكتش. شت اب وقولي لي الترو كلها، واي يو لافينج؟ انت خليتي كلاس كله يضحك وراكي. هي مسمت انا دونت لايك تو مي، ما تبقيش نوتي ولاير ان ذا سيم تايم، قدامك 10 مينتس عشان تقولي لي ترو. اتفضلي. قصدي يعني ان كلهم بيضحكوا مش انا بس. واي؟ اصل حضرتك بتقولي بوس. ايوه عشان انا بشرح الدرس، لان البوس باد بويز اند باد جيرلز على فكره، وي هاف تو توك بات ليتر عشان البريك اهم منكم. البوس قال اه هبقى اوريكم.